كما كتعرف شرف لي شرف كبير نلعب في نادي الوداد، فيعني نادي لاعبين كثار كيحلموا يلعبوا في النادي هذا، فان شاء الله نتمنى ان شاء الله نقدم اضافه ان شاء الله لهذا الفريق هذا، وان شاء الله نساعد الزملاء تاعي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فانا كما قلت لك فانا جاي الوداد باش ندير الاضافه ان شاء الله، فانا غندير ان شاء الله المجهود ديالي كامل ان شاء الله، وما نبخلش ان شاء الله باي عرق، وان شاء الله شو اسمه نتمنى ان شاء الله نساعد الزملاء ديالي ان شاء الله، ونبقى ديما الوداد في اعلى مراتب ان شاء الله. وبصراحه يعني في هذه الاجواء الا كتحمسك تعطي 100%، فان شاء الله نتمنى ان شاء الله الجمهور ان شاء الله يبقى ان شاء الله معنا ديما ان شاء الله، وباذن الله يبقاو ديما فرحانين ان شاء الله. اكيد انت كتلعب مع الوداد فانت ديما مطلوب بالفوز ومطلوب تلعب على الالقاب، فان شاء الله خير ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله لما لا ان شاء الله نفوز ان شاء الله بكاع الالقاب ان شاء الله.